ابن عمي. ما دريت شي عن بيت هاشم افندي اذا بدهم يرجعوا على الشام ولا لا. يعني عم اقول لحالي انه الجماعه اصحابك وفي بينك وبينهم موده، مو الاصول تطمن عليهم؟ تفضل اشرب شاي. فيك شي؟ لا لا ما في شي. أنا بفتح. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي جابر تفضل. شلونك عفان؟ الحمد لله. دبر الله يخلينا يا شبي. يلا يلا. ماني بسألته. لك لكن شوفي ليش عم تبكي؟ ما في شي، مهلي ضايق خلقي. شرف اخي جابر شرف. على راسي. عم فهد خير؟ شوفي ليش زعلان؟ ما في شي، ماني زعلان. عفاف هي اللي مزعلتها؟ لا عفاف ما دخلها. لكن قلي شوفي، في شغله صارت ببيت ابو الطاح. عمي جابر بمعيتك، بدي اياك تناديلي لقضاوات حارتكم وتجي لعندي لهم. شو عليه؟ السبب يا مو، انا السبب. لا يا مو، لا مو انت السبب، مو انت السبب ابنه. بعدين نسيت شو عمل هو وابوه؟ خلوا الاخر عسكر ياخذوه وانت وحيدي. هن ما دخلوا يا مو، ما دخلوا. لا دخلوا. الله كبير، شوف ابنه وين صار وباي بلاد مات لانه مظالمين. وانت تقبرني؟ شوف قضيت كل عسكريتك بالشام والله ردني اياك سالم لانك مظلوم. قوم تقبرني، قوم قوم نادي لأبوه وللشيخ نزير لعبده، خلينا نرجع له وفيقة. هلا يا مو؟ يا مو هلا بدنا نرجعها قبل ما حدا يضرب الخبر. هيك بنكون رضينا صهرك وبيفكرنا انه رجعنا له اياها كرم اخلاق منا. بس يخلص عزا وضاح اللي بدنا اياه بيصير لحاله. بتعرفي يا مو، ما بعد تحكي بدوزان، وهيك رويدة بترجع لبيت أهلها لأنه ما بيعدلها حجة تضل عنده. شفت شلون أمي؟ شفت شلون أمك بتفكر عن عشر زلم؟ قومي يامو، قومي ضبي أغراضك. على عيني يامو. ما بيصير يا ابني، ما بيصير. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. الله يلعن الشيطان شيخي، الله يلعن الشيطان. الله يلعن الشيطان. هي حرمتك رجعت لعصمتك على سنة الله ورسوله. لا تعيدها مرة تانية. أعوذ بالله. شو هالحكي؟ شو هالحكي شيخي؟ سامي عمي سامي، بعدين بتحرم عليك منوب. ماشي الحال، لو وافقتوا على رجعتها لما اجى المختار كباريات الحارة ما كان أحسن؟ إيه والله يا شيخنا كان أحسن. الله يخزي الشيطان. على كل إن أنا بشوف صهري أبو الضاح بستسمح منه. إيه يا أبي، وأنا كمان شفت العقيد أب فهد واستسمحت منه. على كل حال الله يصلح الامور يا رب. امين امين. هلا بتروحي لعند مرت عمك بوسي ايدها وبتطلبي رضاها. على عيني يا عم. سلام عليكم، انتوا هون؟ سلام عليكم. والله ما حدا بيقوم، والله لا تضلوا قاعدين. شلونك مرت عمي؟ تقبريني عمتي، شلونك؟ الحمد لله.
شلونك تقبريني؟ ان شاء الله عم تتحسني. شلونك مرت عمي؟ ان شاء الله احسن. وانت يا غاليه شلونك؟ كيفك عمتي؟ الحمد لله نشكر الله. مشان الله تسامحيني، والله انا اخطيت بحقك كثير، بس انت قلبك كبير وحنونه، تقبريني تسامحيني. الله يسامحك. شلونك رويدا؟ شلونك رويدا؟ الحمد لله. والله انا ما هان علي بنوب اللي صار، إيه والله ما هان علي، بس قلت لحالي يعني المصارين ببطن البني ادم بتتخانق. وجبنا الشيخ نزيه رجع وفيقه لعبده على سنه الله ورسوله. ما قصرتوا. ان شاء الله دريتوا شي عن وضاه. لا والله. ياه كل العساكر رجعوا لاهاليهم. الغايه بعذره معه. الله لا يوفق هالعصم الله الهي. قال عاد مين شي 100 شب من شبابنا لانه خانوا العصم الله. الله لا يرده، الخاين خليه يعدمه. غريب، شلون وافقوا يرجعوا لها؟ بعلمي كانوا رافضين؟ الحمد لله، الله هداها ورجعوها بدون ما يتدخل حدا. ايه؟ الله يصلح الامور. امين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ان شاء الله بالعز. شيخي بيسلم عليك العقيد أفهد وبيقول لك بده اياك هلا ضروري تروح لعنده على البيت. خير، شو العقيد؟ والله ما بعرف، علمي علمك. شو في خالي؟ شو بقى فهد؟ والله ما بعرف. خير اللهم اجعله خير يا رب. بس ما يكون مختلف هو وحرمته كمان. الله اعلم. يلا على اذنك مختار. يا بي يلا اذا صار شيء خبرني. ان شاء الله. مع السلامة، الله معكم. الله يسلمك يا رب. اوت. ايه قل لي، شو شفت لي الشغل بالمزرعة؟ كويس تمام، أنا في حب مزروعات كثير أفندي. عظيم عظيم. قل لي أنت عندك شي مصلحة بتعرف تشتغل شي؟ طبعا في مصلحات، أنا معلم زربل بابوج كله مختار. بابوج أيوه يعني سكافي تمام أفندي. طيب بركي بندبر لك في شغلة عند أبو محمد بالمشغل. تشكرات مختار أفندي. أودي أبي هلا أنت بتروح على خان عياش تعرفه لعند العقيد أبو فهد، ترتاح عنده كم يوم لبين ما ندبر لك شغل وببعث لك خبر أنا. تشكرات مختار. الله معك. السلام عليكم. سلامة. عليكم السلام ورحمة الله. إيه لا إله إلا الله. والله لو كنتي هون وسمعتيها ما بتقولي هاي أم صفوان اللي عم تحكي. هي إن شاء الله يا رب، بركي الله هيك غيرها. أعوذ بالله، صبحية وبعرفها، هي. لك يبعت لحمها هي وبنتها وابنها. عمتي ما بصير تحكي هيك، كيف ما كان بتضلها مرت عمك؟ خاطرك. يا أمو وين رايحة؟ على بيتي. مانك سامعة الضلالية شو عم تحكي؟ لك قد ما عملت منايح معهم ما ببين فيه، بدي أعرف لأيمتى بده يضل مناخيرة بالسماء. أي من نجاستها الله حرمها من جوزها وموت لابنها، هي طلع خاين وعدمو. يا أبو دخيل الله كبير. صبحية صبحية وقفي عندك صبحية. وفيقة كرمال النبي شو بوضح؟ أنا ما بعرف، أنا ما دخلني. طولي بالك. صلي على النبي يا أختي تقبريني. طولي بالك. خير عقيل، ليش طلبتنا؟ والله يا جماعة مصيبة كبيرة وهلق على الحارة. والسلام عليكم يا رب الرحيم. مصيبة شو عقيل؟ وضاعها ولا وضاعها تعقل أمره. الله أكبر. لا إله إلا الله. عقيد هذا الخبر مأكد؟ اي نعم، وانا دعيتكم مشان اشوف شلون نخبروا لهالمسكين ابوه. لا حسبي الله ونعم الوكيل. شلون؟ وين؟ شو؟ وضح. ايه يا مو ايه، الله يرحمه. لا اله الا الله. الله يعين قلبك يا مو وضح على هالمصيبه، الله يعينك. يا مو بدي منك تروحي انت ونسمع الحاله لعند الموضع مشان بس يصل الخبر تكسروا عنا وتواسوها، خبر بهد جبال. ايه يا مو هلا منروح. وانا والكباريه رايحين لعند ابو الضاع مشان الخبر. الله معك تقبرني. يبعت لي حمى عليك يا ابو الضاع. شو بدي اقول لك؟ اتحمل. شو بدي؟ لا تراد على حبك.
تحت يا رعد على حكمك يا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا صبر يا الله ونعم الوكيل. الله صبرك يا الله ونعم الوكيل. عن حق امتى راجعين على الشام؟ بدنا شي 4-5 اشهر، كون خلصت اوراق الوظيفة تبعي ويكون خير وخلص معاملات وديون مع التجار. بس والله هيك كثير. هانت هانت عمي هانت. يا ايه يا ابي سعاد؟ مو مبسوطة لأنه بدنا نرجع على الشام؟ بلا يا ابي بلا. ايه يا ابي، شو صار معك مشان العريس؟ فكرتي بالموضوع؟ احكي يا ابي احكي، الشغلة ما بدها خجل، هي حياتك الخاصة ولازم تختاري. مثل ما بدك يا ابي، انت يلي بدك اياه بيصير. شكري شاب مرتب واهله جماعه وادم ولاد اصل. والله اللي بشوفه انت مناسب يا ابو خيره وسعاد موافقه عليه، مو هيك يا مو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عند الشدائد نفخه فيه الرضا وبه يظلم مثوبة الرحمن. وحدي الله اختي، وحدي الله. حاجة تفوري على الصبي صبحية، انت بالك غريبة عنها، من طول عمرها بتعطش بالحكي وفي الحوش. صبحية سمعانة شي عم يوضح لها متأكدة. قولي على عمتي. تختخ قلبي من الخوف. صلي على النبي يا ام وضاح، صلي على النبي. هلا انتم تأكدتوا من الخبر؟ لا والله، والله ما لنا عرفانين شي. جواتك ذرة رحمة؟ لك عم بيقولوا انه ابن اختي مات، كلياتنا بدنا نموت، هيك عم تحكي بهالبساطة؟ شو بدي ساوي له يعني؟ ليكون انا موتته وماني دريانة؟ شبدانة؟ لك الموت ما فيه شماتة يا بنت الناس، ما فيه شماتة. الله اكبر، ماني ناقصتك.
راسي عم يوجعني، لا تزيد على قلبي. خير يا جماعة خير، شو بكون طالع صوتكم لفوق لعندي؟ عم ينادوا بالمدني ان وضاح ابن عمتك مات الله يرحمه. ايه الله يرحمه. كأنك دريان من قبل. ايه والله دريت من ياسين يا بي. ليش ما قلت لي؟ لك يا بي قلت ما بدي اعكر لك مزاجك وانزع لك مرائك عن هالمساء. تنزع لي مرائي؟ لك هاد موت موت. انتو شو انتو؟ لك انتو مو بني ادمين؟ بدي افهم.